مرحبا جميعا. ما انه قررنا انه فيديو عقد العمل يكون ثلاث اجزاء، فهذا راح يكون الجزء الثالث من الفيديو تبع عقد العمل اللي راح احكي لك فيه عن كثير تفاصيل مهمه انك تدير بالك عليها في عقد العمل تبعك. والنقطة اللي بعديها وهي النقطة رقم 16، انه انت اول ما توصل على البلد اللي انت دخلت عليها بالفيزا اللي هم طلعوا لك اياها، فتأكد انهم مباشرة يمشوا لك بإجراءات الإقامة ويطلعوا لك الإقامة تبعتك في البلد على الشركة اللي انت اجيت عليها. واذا كمان في تخصصك من التخصصات اللي بيطلب تصنيف في الدولة اللي رايح عليها، مثل دولة قطر مثلا للمهندسين، تطلب تصنيف المهندسين، فتأكد انك تدخل تطلب منهم انهم يقدموا لك لتصنيف المهندسين وتعطيهم الاوراق المطلوبه. اذا مش عارفها خليهم يحكوا لك شو الاوراق المطلوبه، او روح على واحد من الفيديوز اللي انا نزلتهم بالنسبه لموضوع التصنيف في الاوراق اللي انت محتاج انك تصدقها من كل الاماكن اللي انا حكيتها في هذا الفيديو، فاحضره جدا ضروري. المهم خليهم يقدموا لك على التصنيف اللي مطلوب وخلص موضوع التصنيف اول ما تيجي لحتى يبلشوا يعدوا لك خبره، لانه مثلا في دوله قطر من غير التصنيف ما راح يعدوا لك اي خبره عمليه، وموضوع التصنيف راح ياثر على كثير شغلات لقدام. النقطه رقم 17، تاكد انهم يعملوا لك بريفنج عن الشركه، عن الشغل اللي انت جاي تعمله، عن البلد اللي انت جاي عليها، والمنطقه اللي انت موجود فيها، طريقه التعامل، والجهات الحكوميه اللي انت راح تحتاجها، و الى اخره. فكل هاي الشغلات جدا مهمه انهم يعملوا لك بريفنج عنها، ومعظم الشركات ما بتعمل بريفنج. النقطة اللي بعدها وهي النقطة رقم 18، نقطة جدا مهمة كثير شركات بتعملها، إذا كان في اتفاقية سرية المعلومات NDA letter أو إشي توقعه بالنسبة لسرية المعلومات، فقرأها بشكل كثير منيح، وحاول إنك أنت إذا في كثير أشياء مجحفة في حقك، هي يجول هي مجحفة في حقك عشان تريح راسك، ما راح تقدر تغير فيها ولا بند، راح يقول لك إنه هذه هي الشكل او البنيه او whatever البادي تبع الاتفاقيه المتفق فيه في الشركه وما بتغير. فانت اذا قدرت تغير حاول، لانه بكون مصلحتك شو ما غيرت اي شيء مجحف بحقك راح يكون احسن لك. النقطه رقم 19 هي نقطه جدا 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 مهمه، انه في كثير شركات بتروح تحط لك بند انه انت ممنوع تشتغل في اي شركه ثانيه منافسه للشركه اللي انت رايح تشتغل فيها، اما مثلا لمدة سنتين من بعد ما تترك الشركة اللي انت جيت عليها، او لمدة 5 سنين بعد ما تترك الشركة اللي انت جاي عليها. حاول هذا البند ما تقبله باي شكل من الاشكال، ما حد له حق انه يحط لك هذا البند، مع انه مرات في قانون العمل بيكون مذكور انه عادي بيطلع الشركة انها تحط هذا البند. فانت حاول حبيا وصداقة واخويا انك تغير هذا البند، لانه صراحة راح يربطك، ما حدا ليتر اون راح يشكي عليك. لكن اذا مثلا طلعت من الشركة بدون ما تطلع بطريقة خلينا احكي اخوية او بحب وصداقة وحنان، فممكنهم يستخدموا هذا البند ضدك. فحاول من الأول إذا قرأت هذا البند إنك أنت تتخلص منه بأي شكل من الأشكال، مع إنه الشركة ممكن إنها تحط أصلاً مع أي شركة منافسة تكتب معها العقد إنها هي ما تأخذ منها أي موظف لبعد سنتين أو 5 سنين من إنهاء العقد. فأنت مش كتير راح تقدر تتحكم بهذا الموضوع، لكن حاول إنك أنت ما توقع عليه، يعني ما تكون أنت السورس اللي راح يرب. النقطة رقم 20، في شركات بتوقعك على شيء اسمه intellectual property agreement، وهي اتفاقية لها علاقة بحقوق ملكية المعلومات والإبداع وعدم نسخها أو استخدامها أو تشييرها أو إلى آخره. حاول إنك أنت تتفق معهم بشكل من الأشكال إنه أنت عندك ability إنك أنت تأخذ جزء من هاي المعلومات تستخدمها للبورتفوليو تبعك، إذا هاي شركة من الشركات اللي أنت تشتغل فيها مثلاً graphics designer أو architect او ديزاينر او برودكت ديزاينر او كار ديزاينر او ويب ديزاينر وات ايفر. حاول انك انت تتفق معهم انه بشكل من الاشكال انه انت عندك حق انك انت تستخدم لو جزء او كروب ايمج من الصور الاشياء اللي انت قاعد بتشتغلها، لحتى انك انت تستخدمها في البورتفوليو تبعك او الويب سايت تبعك او السوشيال ميديا شانلز تبعونك، لانه انت بالاخر كمان بدك تعمل ادفرتايزنج لحالك انه الناس تعرف انه انت اشتغلت هاي الشغلة المعينة، لحتى انه اذا انت بتدور على شغل تاني يقدروا الناس يعرفوا انك انت حدا مميز او حدا شغلك منيح او حدا مناسب للشركة تبعتهم. فحاول. والنقطة رقم 21، انه اكيد مليون في المية حاول انه يكون الجوينينج ديت او تاريخ مباشرة العمل مذكور بشكل واضح في العقد، ولما تدخل على الشركة يعملوا لك اشي اسمه جوينينج ريبورت او جوينينج whatever اشي اسمه دوكيمنت موجود عندكم بالشركة، لكن لازم يكون الجوينينج ديت واضح من بداية ما باشر العمل مع الشركة. طبعا ليش مهم؟ لانه بده يأثر على شهادات الخبرة اللي راح تاخدها
على مكافأة نهاية الخدمة اللي راح تاخدها، على الاكسبيرينس اللي انت ممكن تكون حاطها بالتصنيف، يعني على كثير اشياء راح يأثر عندك الجوينينج ديت في الشركات اللي راح تروح عليها. فأكيد تأكد انه يكون مذكور 100%. طبعا نقطة 22 نقطة جدا 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 مهمة، مكافأة نهاية الخدمة تكون مذكورة بشكل واضح. المصاري عمي ما فيها مزح، فحاول انها تكون مذكورة بشكل كثير واضح ايش تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة تبعتك، او على حسب قانون العمل المهم تكون مذكورة بشكل واضح شو الستيتس تبع مكافأة نهاية الخدمة تبعتك. واكيد النقطة الاخيرة بدي احكي لك اياها، انه اذا مثلا في تأمين صحي يكون مذكور، اذا في ضمان اجتماعي يكون مذكور، إذا في مثلاً اشتراك في نقابة يكون مذكور، وزارة عمل، أي شيء من التفاصيل هاي تكون موجودة في عقد العمل وتكون مذكورة بشكل واضح حتى أنت تحفظ حقك بشكل كافي وبشكل كامل 100%. لهون بكفي فلسفة، حكيت لك كثير نقاط، فإن شاء الله أنك أنت تلحق كل هاي النقاط في عقد العمل تبعك، وتكون متأكد 100% أن العمل تبعك يكون من مصلحتك كموظف، وطبعا ما يكون جاير على الشركة اللي انت رايح عليها، واكيد انت اصلا ما راح تقدر تجور على الشركة لان هم دايما جايرين على الموظفين من ناحية العقود، تفاصيل العقود، هم عندهم خبرة كبيرة كيف يكتبوا العقد. لكن حاول قد ما تقدر انك تمشي الامور اما لمصلحتك او بالنص، يعني شو بدك تعمل، اي شيء بتقدر تغيره بالنسبة لمصلحتك فهذا من مصلحتك. لهون بكون خلصت الجزء الثالث من فيديوهات عقد العمل، تفاصيل عقد العمل اللي انت لازم انك انت تدير بالك عليها وتحطها في بالك، وتحاول انك انت تخليها مذكورة في عقد العمل بشكل واضح، او تحاول انك انت تخليها مكتوبة بصيغة انسب لتكون بصالحك، وبرضه ما تظلم الشركة اللي انت راح تشتغل فيها. فاذا شايف انه الفيديوهات تبعت عقد العمل كانت مفيدة او حتفيد ناس، فاعمل لنا لايك واعمل شير للفيديو واعمل سبسكرايب للشانل. واكيد اذا انت حدا عم تحضر الفيديو عندك خبره في عقود عمل، او مرت عليك عقود عمل انت عدلت فيها اي شيء، فحط لنا هاي التفاصيل في التعليقات تبع هذا الفيديو. من هون لاشوفكم فيديو ثاني، يعطيكم العافيه وسلام.